أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطر الإغلاق الحتمي للمئات من المراكز الطبية في أفغانستان، وذلك بسبب القيود على تعامل المانحين الغربيين مع حركة طالبان. وأكد المدير الطوارئ في منظمة الصحة ريك برينن لوكالة رويترز أن نحو 90% من المنشآت الطبية في أفغانستان، والتي يبلغ عددها 2300 منشأة، قد تغلق بدءا من هذا الأسبوع. وأشار برينن إلى أن المنظمة تحاول التعويض عن النقص في الإمدادات من خلال تقديم المعدات الضرورية والتمويل ل 500 مركز طبي. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وأضاف أن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت في النفاد. كما أكد المتحدث باسم المكتب يانس لارك في إفادة بالأمم المتحدة، أكد على أن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، وحث المانحين على تقديم المزيد قبل مؤتمر المساعدات من أجل أفغانستان. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تعمل على ضمان إمكانية مغادرة رحلات طيران عارض من أفغانستان وبأمان. وخلال مؤتمر صحفي أكد بلينكن أن مسؤولي حركة طالبان أبلغوا بلاده بأن من يحملون وثائق سفر لهم حرية مغادرة أفغانستان. In Mazar-e Sharif. So we have to work through the different requirements, and that's exactly what we're doing.